يمي لا يا الربوع شنية تعالوا ياي هذاك هذا نا تعالوا هذاك ما يموت هكر هذا تتعود ابلع عليك ابلع جاي علي مو دمت نام كافي السهر الساعة 3 ونص الفجر ما مليت من اللعب اهو حيدر هم جيتني خليني العب براحتي هسه ما اطول شوي ونام يلا شباب تعالوا ياي اكو تيم على الجبل ركبوا بالسياره يلا كافي عيونك راح يروحون بسبب السهر يا ريشي بفايده لك لو بس لعب اوف شلك دخل بي وانت ايش عندك لحد هسه قاعد ما تنام جاي تنصحني وما ناصح نفسك مو صحيح وانت ايش عليك شنو تحاسبني هسه لو قالك الوقت قوم صلي تصلي لا أكيد لأن سلام ما بيك حيل أما الآيباد لازم من الصبح لليل ولا تفزع من عنده اللي ما بيه فايدة هسه إذا سهرت أو نمت ما راح أأثر عليك بشي وإذا ما تريدني بغرفتك هسه انزل جوا بالاستقبال والعب على راحتي خاف أزعج حضرتك مودي من نحكي وياك انتبه لي عوف التليفون لا أكسره اسمعنا زين يلا بالله خلي اسمع محاضرتك اليوم هذا الايباد سديته يلا تفضل مودي اسمعني زين مني اليوم ورايح اريدك تنسى شيء اسمه سهر وقلل لعبك بالتليفون كافي عاد ترى من يوم زهقت اذكر الله شويه ترى الدنيا خلصانه شنو حيدر ايش بك اليوم ما عندك شغل وعمل وجاي تقضيها يمي منو قال لك ما ذاكر الله شكو ايش بك انت ما ذاكر الله قل لي يا يوم مصلي يا يوم شفتك لازم قران وتقرا ذكرني إذا يوم مصلي وأنا ما شايفك صح لو أنا غلطان هنا الحكي صاير متدعين براسي خليت الصلاة إلك أنا بعدنا صغير وانت كبير عمرك 20 سنة وواجب عليك الصلاة ليش تخليني أتجاوز عليك خليني أحبك وأحترمك لا تظل تحكي حكي مال الصغار افهمني ما طول تعرف تقرأ وتكتب وتحكي يعني تقدر تصلي معناته صار غلط استغفر الله يا ربي حيدر الله يخليك شو تريد من عدي خلي يصير عمره 18 سنة وابدي أصلي الله كريم ذاك الوقت شنو؟ بالله قل لي هذا من هذا الضحك عليك وقال لك يصير عمرك 18 سنة يلا حق لك تصلي منو؟ هي إن شاء الله أنا راح أقوم أنام عود من باكر أبدي أصلي تريد شي تدلل أنت تضحك علي؟ شنو باش تصلي؟ هسا أذان أذان الفجر صلي ونام لا إله إلا الله انت ما تفهم الحكي الظاهر يا ابو حيدر لا تضغط علي انت جاي تجبرنا على الصلاه وانا ما اريد اصلي والايام هوايه قبل راح اطير شنو شنو يضمن لك انت باكر عايش بعدك صغير وحاول تبدا تصلي من هسه وخلي التواصل ويا ربك اللي خلقك وخلاك تحكي وتقابلني ثاني شيء شنو ما عجبك تصلي هذا امر من رب العالمين مطلوب منك ومني ومن كل البشر لان الصلاه هي عمود الدين يلا كافي قم توضى بعد ما راح احكي يلا قدامي اي ما شاء الله صار شيخ براسي شو ولا مره سمع من عندك هذا الحكي لين قام يصلي قام يحكي بالصلاه وبالدين والله يا الله شنو؟ ايش قلت ما سمعتك لا هيش ماكو شيء يلا انا راح اروح انام تصبح على خير لك وقف هاي وين رايح؟ شو اجيك كثير بك ضايقك ما مصلي الله يهدي على الصلاه وهذا ما يريد يصلي وما عاجبه انا اعرف شلون اسوي له واحش واخليه يصلي واخليه ما يقدر يفوت يوم اذا ما يصلي الله كريم الايام جايه يا معود والله مليت من قعدة البيت حتى كهرباء ماكو نقعد ننتظر الوطنية تجي ساعة تجي واربع ساعات ما تجي ما ادري شلون راح نخلصها يا معود كنا على هالحال قبل اول مرة متعودين يا معود سالفة الكهرباء ما تخلص قل لي انت شلونك الحمد لله تمام اولك مودي هلا بيك مهيمن حبيبي شلونك الحمد لله بخير مودي صليت الظهر لو بعدك اذا ما صليت أنا كنت صليها إيه صليت قبل لا أطلع عافية عاشت إيدك
يلا مودي لا تتأخر برا، شوية طف جوا انتظرك. اي ان شاء الله ما اطول. اي مودي صدق صار لك ايش قد تصلي؟ عايش بيك منو يصلي؟ غير انت هسه مو قلت لاخوك حيدر اي صليت؟ اي يا معود اذا اقول له ما صليت ياكل راسي فريدة تخلص من لساني. هسه انت كذبت على اخوك الكبير، هذا الشيء عيب، وثانيا ليش ما تصلي؟ ما اعرف ليش، هذا الشيء ما اهوي بدون سبب، كل ما اريد اصلي اقول باكر وباكر وعلى هاي الجرح. حبيبي مودي انا صديقك واقرب شخص لك صح؟ انت مو بس صديقي، اخ عزيز علي. مودي انت ما ناقصك شيء، لا ايد ولا رجل، كامل مكمل والاكمال لله. اي اعرف كل زين، قال لي الحمد لله، حب سد الموضوع هاي. انت ليه جاي تتهزم من الصلاه؟ انا قاعده انصحك. على مودك ما خال شي بجيبي. ولك انت تصلي حتى تريدنا انا اصلي؟ انا اصلي من زمان بس ما احب احكي، هذا الشيء بيني وبين ربي مو لازم الناس تدري. الله عليك، يعني راح تدخل الجنه؟ انا ما اصلي حتى ادخل الجنه، ممكن من صلى وصام يدخل الجنه، هذا واجب على كل مسلم ومسلمه وانت تعرف هالشيء. يا معود والله بزعت بالقوه خلصت من الامه الاسلاميه، نوب تطلعوا لي انتم. مودي لو انا ما احبك ما نصحك، ثانيا هذا الشيء لجانبه. الله كريم راح ابدا اصلي ان شاء الله. أنا راح أدخل للبيت، محتاج شيء؟ وحسك ضجت من كلامي، ترى ما قلت لك شيء. لا ما ضجت، بس قلت لك راح أصلي. يلا خذ راحتك حبوي، العصر إذا ما عندك شيء نطلع للحاسبات. تمام متفقين، عود خبرك على الانستا. يلا باي باي. عمر حياتي عمري، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أدري أدري أدري، أنت لازم تسأل. والله بخير الحمد لله. لا عمي انت فوقها مختفي وما تسأل ولا تقول. يلا يلا احسن من غيري. والله بخير الحمد لله، صافية دافية بالبيت. عمي اقول مختفي اثار بدبي. يا عمي ليش لا، فلوسكم قليلة. بالعافية وبالخير حياتي، اتمنى لك كل التوفيق. اقول لك حيدر اريد 5000 العبين حاسبات. حياتي خذ راحتك وخلينا على تواصل لا تنسانا. يلا مع السلامه حبيبي. هلا شنو ودك تريد؟ شو تسوي بالحاسبات؟ ما عندي حاسبه، على شنو هالتبذير بعد؟ اروح العب واغير جو ويا اصدقائي، بس اوعدك ما راح اتاخر نص ساعه واكون بالبيت. اها اوكي راح انطيك، بس قبل تروح قل لي اليوم شلون صليت. يا معود سهله، حتى ما طولت بها دقائق وكملت الصلاة. تمام، صلاة الفجر اللي هي الصبح كم ركعة؟ سهلة ركعتين الصبح. عافية عاشت يدك ركعتين. زين صلاة الظهر والعصر اللي قلت لي صليتها اليوم انت طالع كم ركعة؟ صلاة الظهر؟ ايه صلاة الظهر والعصر قبل شوية صليتهن، بعد شنو تصفن؟ نسيت ايش قد، بس انا صليتها ودعتك. شوف مودي انا ادري بك ما صليت، وأدري بيك كذبت علي. لا ما تكذب عليك، وما حبيت أفشلك قدام صديقك لأن من شفتك برا بعد 5 دقائق للصلاة، شنو أنت تصل قبل يأذن؟ ترى والله ما صايرة أبد. ما أعرف هسه تخليني أطلع؟ مودي يومي جاي أنصح بيك وأحس كلامي ما بي أي نفع، وأمرت عليك 3 مرات بمعروف، يحتاج أحكي أكثر لو لا؟ استغفر الله يا ربي. هاك هاي الفلوس، وإذا ما رجعت قبل أذان المغرب لا تطول البيت ماشي؟ يلا روح بسرعة انتظرك. ماشي ما طول. شوف شلون تتغير ملامح وجهه من نحكي وياه بالصلاة، يضوج ويتنرفز وما عاجبه الحكي، عبالك ما ادري ايش حاكي وياه، بس بالفلوس والطلعة لا كيف على الوضعية، ما يدري هاي الدنيا كلها هيجي. اقول لك مهيمن اليوم ايش راح نلعب؟ مودي اعتذر من عندك ما اقدر العب وياك، لان ابوي خبرني قال لي على السريع تعال اسبح وبدل على مود الروح قبل الاذان للجامع نصلي. يا معاه صدق تحكي الوتشاقة، انت مو قلت لي العصر نطلع وانا قلت لك ايه؟ اي مودي متاخر الوقت شويه والصلاه اهم من اللعب. هاي ايش بيك مهيمن؟ تعال خلينا نلعب كم جيم ما نتاخر، نوب روح صلي ترى عادي. لا مودي مو عادي، ما يصير لازم اصلي. يلا باي. دقف هاي ايش بيك؟ هسه ويا من نلعب؟ عشبي هذا اليوم من عارض لما اطلع.
ها مودي شو ضايج ورجعت بسرعة؟ لعبت؟ لا خليها على غير مرة أروح، مالي واهز. ليش اكو صاير سلامات؟ شو بس طلعت تغيرت؟ صديقة ضربني بورو وعافني ورجع. ليش شنو السبب؟ خاف سمعت كلمة ما حلوة وعافك ورجع. لا بالعكس، قال لي اريد اصلي ورجع لبيتهم. اي هو هذا صديق الزين، شوفه يعوف كل شيء على مود الصلاة، وانت لا ابالي، ما مهتم ويومي مأجل، باكر اصلي وباكر اصلي. ضهيج ضهيج، احسن لك. هسه انتم ما عندكم غير هذا الحكي؟ مهيمن معقول هذا طالع وما قايل لي؟ خل اروح واجي على غير وقت. عمودي شلونك؟ وين كنت؟ الحمد لله. انت وين كنت؟ دقيت بابكم ما حد طلع لي، انت وين كنت طالع؟ كنت بالجامعة صلي. ليش تريد من عندي شيء؟ لا عاد ليش ما قلت لي راح اروح للجامع؟ ليش هو انت اصلا تصلي؟ والله متعجب عليك، سالم من كل شيء وما تصلي؟ شنو شبيك مهيمن؟ شو اختلفت علي؟ مودي اترجاك بعد لا توصلين بيتنا ولا تحكي وياي ولا تراسلني، لما يعجبني امشي ويا واحد لا يصلي ولا يذكر الله. يا الله، هسه منين اتلقاها؟ من حيدر اخويا اللي من مهيمن؟ ربي لا أعلى وبحمده رب صلى على محمد وآل محمد. الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله أهل الله. ما خير؟ أنا راح أبدأ أصلي. شو وقت بالله؟ على سنة تجي؟ لا حيدر، عاد الشقة، أنا من اليوم قررت أصلي بدون كذب. زين شنو السبب إنه هسه اقتنعت؟ طبيت وطلعت قلت لي عاد أصلي، وأنا صار لي أكثر من مدة أتوسل بيك مودي صلي مودي صلي، شنو السبب؟ صديقي قام ما يحكي وياي، بدأ يبتعد عني شوية شوية، ومن يطلع ما يدز علي لأن ما أصلي، فأنا ما ناقصني شيء إلا الصلاة، فأريد أصلي. اسمع مودي، في قول الإمام الصادق عليه السلام: تحصل إله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لما المحب مطيع. إحنا الإسلام رب العالمين خلقنا حتى نصلي ونعبده ونشكره على نعمته، وإذا أنت وغيرك تعالى تصلي بس قل لي مثلا شقد تأخذ من وقتك؟ مثلا شقد نص ساعة وأنت إلك يوم كامل 23 ساعة ونص إلك، وإذا أريد أقربها إلك أكثر أنت من تلعب بوبجي تقعد ساعات وما تتعب، بس من توصل للصلاة بالعشر دقائق ما تأخذ من وقتك ما تصليها. فعلى العموم حاول تصلي من وقت مبكر، أحسن ما تكبر بالعمر ويتراكم عليك مال السنين الفاتن وتندم وندمك ما بيه فايدة، وأكو ناس معاقين وما يقدرون يوقفون ويذكرون الله، وانت بافضل صحه وحال ما تصلي. هاي النصيحه مو بس لك، وبهذا عمرك اكو ناس هوايه اكبر من عندي ما ذاكرين الله، بس بالاسم يا رب ارزقني يا رب وفقني. الله ليش ما تنطيني فلوس ورازق ذاك وهذا اشترى السياره واني لا؟ ليش انت مجرب تصلي ومستمر؟ لا، اجمل واسهل شيء بالحياه هي الصلاة، تواصلك ويا الخالق رب العالمين. صح كلامك، ما راح يروح على الخالي بلاش، وأنا وعدك من اليوم راح أبدأ أصلي وبدل ما أترك الصلاة. بارك الله بك مودي، وهذا المطلوب من عندك ومن عندي ومن كل العالم.